أنا هانا، وهذا أسبوعي الأول بصفتي مسؤولة في مجال حماية الطفل. أخبرتني قائدة فريقي عن مدى إعجابها بمقابلة العمل التي أجرتها معي، وبالطريقة اللائقة التي تحدثت بها عن الأطفال وعن محاولة العائلات والمجتمعات المحلية حمايتهم. بعد أن وقعت عقدي ومدونة قواعد سلوك المنظمة، حصلت على مجموعة كبيرة من المستندات، لكن أزمة بدأت تتكشف، لذلك اضطررت إلى الخروج سريعاً للالتقاء بأفراد المجتمع المحلي، وسرعان ما وجدت كل احتياجات الأطفال ملقاة على كاهلي. كيف نعرف من أين نبدأ؟ أوضحت قائدة فريقي أن تقييماً مشتركاً بين الوكالات قد أجري، فبين الاحتياجات وعوامل الحماية وكيف يمكن لوكالاتنا العمل بأفضل شكل مع الأطفال والمراهقين. لكني كنت في حيرة من أمري، هل يجب أن أركز فقط على المهام القليلة الموكلة إلي؟ قررت التركيز على القيام بأفضل عمل ممكن يندرج ضمن دوري. مع ذلك تحتم علي أن أكون على دراية بالوضع الأوسع نطاقاً بالنسبة إلى الأطفال ومقدمي الرعاية. يركز فريقنا على عمالة الأطفال وعلى توفير الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال وعائلاتهم، ونعمل على توفير الوقاية من خلال تعبئة المجتمع المحلي ودعم العائلة، ومن ثم نستجيب كما تدعو الحاجة. لكني لم أكن أعرف تماماً كيف صممت الوكالة هذه البرامج، لذلك أشارت قائدة فريقي إلى المعايير الدنيا لحماية الطفل أو CPMS. إنه كتيب عملي يحدد المعايير الدنيا التي يستخدمها العاملون في المجال الإنساني لحماية الأطفال، ويقدم تفسيرات مفصلة حول الاستعداد والوقاية والاستجابة لمخاطر حماية الطفل، وهو دليلنا المرجعي في الأوضاع الإنسانية. بعد مرور أسابيع أشعر بالإرهاق، إنه لأمر فظيع ألا يستطيع فريقي مساعدة أحدهم. لقد تعلمت أنه في حال لم نتمكن من تلبية حاجة معينة، يمكننا التواصل مع القطاعات الأخرى ومقدمي الخدمات الآخرين الذين يمكنهم المساعدة، وهذا غمرني بشعور أفضل. أنا أتواصل مع أفراد المجتمع المحلي كل أسبوع، وأبني شبكة من الداعمين والأبطال المدافعين عن حقوق الطفل. ذات يوم التقيت بفتاة اسمها سميرة، بدت وكأنها منخرطة في عمل استغلالي وكانت بائسة. اطلعت على المعيار المتعلق بعمالة الأطفال في كتيب المعايير الدنيا لحماية الطفل، وهذا جعلني أرغب في التصرف، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ في الواقع تعد المعايير الدنيا لحماية الطفل نقطة بداية للإرشادات العملية حول مخاطر الحماية التي قد يواجهها الأطفال في أوضاع اللجوء أو الأزمات الأخرى، وتشمل الإجراءات الأساسية التي يجب أن نأخذها في الاعتبار على جميع مستويات التدخل، مثل إدارة الحالات الفردية. عن طريق إجراء تقييم أدركت أن عائلة سميرة كانت تواجه صعوبات مالية شديدة، لذلك قمت بتسجيلها في برنامج متكامل لمكافحة عمالة الأطفال. فريقي هو الذي يديره مع زملاء من سبل كسب الرزق والتعليم. مع مرور الوقت استمريت في زيارة سميرة وعائلتها. كانت الأم لا تزال تضغط على ابنتها لتعمل، وكان من الواضح أنها تعاني من الوضع القائم. ولكن مرة أخرى ما كان دوري، أنا لست طبيبة نفسية سريرية. لجأت إلى المعيار المتعلق بالدعم الفني الاجتماعي بحثاً عن إجراءات بسيطة يمكنني أخذها في الاعتبار، وقد أكد هذا المعيار أنه يتحتم علي سؤال العائلة عما إذا كان لديها جيران موثوقون يحرصون على رفاههم. أردت أيضاً التأكد من أن الأطفال كانوا يشاركون في الأنشطة الجماعية وأن والدتهم تتلقى دعماً في التربية الوالدية. سألتها إن كانت تريد مني أن أزورها كل أسبوع. إن معرفتي أن هذه ممارسات جيدة منصوص عليها في المعايير الدنيا لحماية الطفل تساعدني على بناء ثقتي بنفسي، وتوفر مرجعاً مشتركاً يمكنني استخدامه مع الزملاء في الوكالات والقطاعات الأخرى مثل الصحة أو الأمن الغذائي. يجتمع فريق حماية الطفل بأكمله كل أسبوعين، ودائماً ما يكون لدي الكثير من الأسئلة التقنية.
عندما لا تتمكن قائدة فريقنا من الإجابة عنها، تحيلني إلى الموقع الإلكتروني للتحالف العالمي، حيث يمكنني العثور على الدورة التدريبية الإلكترونية المجانية عن المعايير الدنيا لحماية الطفل وغيرها من الموارد التعليمية، بالإضافة إلى إرشادات مفصلة حول موضوعات محددة. أنا أمارس عملي منذ بضعة أشهر، وأنا أعمل بجد للوفاء بمبادئنا المشتركة، خاصة مصالح الطفل الفضلى ودعم مرونة المجتمع المحلي. لكني كثيراً ما أتساءل، كيف نعرف إن كنا نحدث فرقاً؟ ليس من السهل الإجابة، لكن المعايير الدنيا لحماية الطفل تتضمن مؤشرات تساعدنا على قياس جودة عملنا وما إذا كان لدينا تأثير إيجابي على حياة الأطفال. لذلك خلال هذه الاضطرابات كلها، أعتقد أن المعايير الدنيا لحماية الطفل قد ساعدت برنامجنا على أن يكون مسؤولاً تجاه الأطفال. أشعر بأنني قادرة أكثر على العمل معهم لمنع الضرر وتقديم المساعدة في أي موقف قد ينشأ، وأرى أن هذه المعايير الدنيا ستتيح لنا مواصلة المناصرة والعمل من أجل حماية الأطفال ورفاههم لفترة طويلة في المستقبل.